تم الإعلان من خلال لجنة العفو الرئاسية وتحديدا من الأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي إنه تم الإفراج النهاردة عن 3 من اللي كان عليهم أحكام، تم النهاردة العفو الرئاسي عنهم بالإضافة ل 14 تانيين من المحبوسين احتياطيا. وقام الأستاذ طارق العوضي بنشر على صفحته القرارات الخاصة بالعفو الرئاسي النهاردة. استاذ طارق عضو لجنه العفو، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ شريف، تحياتنا لحضرتك اولا. الله يخليك يا فندم. النهارده احنا قدام وضعين قانونيين، حضرتك تصحح لي طبعا حقوقي وقانوني ومحامي قدير. 3 خرجوا بعفو رئاسي و14 من المحبوسين احتياطيا. العفو الرئاسي مفهوم، المحبوسين احتياطيا خروجهم معناه انتهاء القضايا، معناه ايه القانوني؟ طيب بالتأكيد يعني معروف أن الحبس الاحتياطي أو الخروج بمعرفة النيابة العامة على ذمة القضية لا يعني انتهاء القضية ولا يعني أن القضية مستمرة. يظل الأمر سلطة النيابة العامة أن تقرر بعد إخلاء سبيل المتهم أن تقرر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضده أو أن تقرر حالته إلى المحاكمة الجنائية إذا ما توفرت لدى النيابة العامة دلائل كافية على صحة أو نسبة الاتهام إليه. لكن أي تطور قانوني هيتم مثلا سواء بالنسبة لل 14 اللي تم خروجه من النهاردة يتم وهم برا الحبس الاحتياطي، يتم وهم في بيوتهم بالضبط. ويعني غالبا معظم الذين يعني قامت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في مثل هذه القضايا كان بيتم حفظ هذه القضايا او اصدار قرار بامر بان لا وجه فيها. وال14 دي الدفعه الخامسه اللي تصدر عن النيابه العامه المصريه في اطار تنسيق لجنه العفو الرئاسي مع الاجهزه المعنيه جميعها لاعاده دراسه حال ووضع كل محبوس احتياطي على حده والاكتفاء بمده الحبس اللي تم حبسها. حضرتك بتتكلم على كل حاله على حده، انتوا بتدرسوا كل اسم باسم؟ كل حاله على حده بيتم دراستها، يعني نحن لا ندرس قضايا مجتمعه انما ندرس كل حاله على حده. بعدين في اجهزه معنيه بالموضوع بتدرس هي كمان ورانا وبتقول رايها اللي غالبا بيكون مفهوم. هو الراي اللي بيتم العمل بيه او يتم صدور القرار بناء على هذا الراي، وغالبا ما بيبقاش في تعارضات كبيره بين الاراء الا اذا كانت في معلومات كانت غايبه عن اللجنه بخصوص وضع اي من المحبوسين. لسه بتستقبلوا الطلبات بنفس المستوى اللي كنتوا بتستقبلوه قبل كده ولا خلاص بقى تم حصر عندكم الطلبات وابتدت تقل؟ لا تقريبا كده احنا استقبلنا جميع الطلبات. اللي بتستقبله حاليا اعاده للطلبات اللي تم ارسالها قبل كده او استفسار من الاهالي او المحامين عن الاجراءات اللي بتتم او عتاب لينا عن ان الاجراءات مش سريعه بالقدر اللي هم بيعملوا فيه او حد عنده مستندات زياده عايز يقدمها لنا يعني كتبرر سرعه اخلاء سبيل يعني ابنهم اللي مفهوم. موجود واحنا والله يعني بنعمل بكل طاقتنا لكن فعلا الموضوع صعب متعلق بامن قومي وبامن البلد ولازم ندي الاجهزه المعنيه حقها وفرصتها الكامله في انها تفحص كل حاله فعلا عشان يعني اللي يخرج دوت فعلا يتم اعاده دمجه في المجتمع وما نلاقيش مصيبه بتحصل بعد ما حد يخرج مفهوم. نتعجل في خروجه يعني في استجابه من القاده السياسيه. السيد الرئيس النهارده اصدر قرار جمهوري بالعفو عن 3 من المحكوم عليهم في قضية أحداث مجلس الوزراء. اللجنة كان ليها رأي من البداية أن قضية مجلس الوزراء دي كانت بظرف استثنائي وحالة من الفوضى والانفلات الأمني في البلد وكان فيها حالات من القبض العشوائي وإحنا كان رأينا أن القضية دي تتقفل كلها على بعض يعني بشكل مجمع كده ونخلص منها. وهي وعدد من القضايا زي قضية الأمل اللي تم فيها العفو عن زميلنا الصحفي حسام مؤنس وكان أول قرار عفو يصدر بعد تشكيل لجنة العفو الرئاسي. قضية موظفين التأمينات، في كم قضية كده احنا شفنا انها كملفات وكان في استجابة برضو من الدولة في انها يعني هذا الأمر سيسير ولكن تتعامل معها على أساس
مش بالسرعه اللي احنا عاوزينها طبعا، لكن في النهايه اللي في ناس بتطلع، في ناس بيتم العفو عنها، في ناس بيتم العفو عنها بالفعل. احنا مستمرين في العمل وفي البحث الى ان يتم تصفيه هذا الملف تماما. نحييكم على جهودكم، ربنا يقويكم، وانا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق العوضي عضو لجنه العفو الرئاسي، والشكر لكل الاعضاء في اللجنه. شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا.